الجزء الأخير من المحاضرة راح نتحدث عن من ماكس نوتيشن أوف بارتسيبيشن اللي هو هذا. هذا كأنما أني أوصف حجم العلاقة، إنه أني مثلا أدي علاقة بين الإمبلوي والبروجكت. هنا أنا راح أحدد أني كم موظف يشتغل بمشروع واحد وكم مشروع يشتغل به موظف واحد، كأنما محدد المن والماكس. فد مثال هنا جاي يقول لك بالمثال the employees الموظفين should أو the employee الموظف should works with one project as minimum، إنه يشتغل بمشروع واحد كأقل أقل شيء يعني، and four projects as maximum وأعلى شيء يشتغل به من بأربع مشاريع. فبالتالي أفتح قوسين من اتجاه الإمبلوي للبروجكت حسب المثال قايل لي إمبلوي the employee should works، فبالبداية بادي لي بيمن بالإمبلوي، فأحدد القوسين من الإمبلوي وأقول أقل شيء يشتغل one project واحد وأعلى شيء يشتغل four projects. هنا حددت حجم الموظفين او حجم العلاقة، وحددت عدد الموظفين اللي يشتغلون وين بالبروجكت، وحددت عدد المشاريع اللي يشتغل بها الموظف الواحد او مجموعة من الموظفين.